شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في الاجتماع 23 لوزراء الثقافة والاجتماع الثاني المشترك بين وزراء الثقافة والسياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته عاصمة سلطنة عمان مسقط. وترأس اجتماع وزراء الثقافة سمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة في سلطنة عمان، بحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في دول مجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني. وبهذه المناسبة أكدت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الاجتماع هو انعكاس للروابط الحضارية والثقافية القوية التي تربط شعوب المنطقة، مؤكدة أن الاجتماع يعد فرصة لتجديد وتوحيد جهود تعزيز الهوية الوطنية الخليجية عبر الثقافة والإرث الإنساني المشترك. وشددت على أنه لا يمكننا أن نغفل عن دور الثقافة كأحد الأبعاد الهامة في مجال صناعة السياحة وتعزيز الوعي حول أهمية الثقافة كمورد اقتصادي متجدد يساهم في عملية التنمية المستدامة، موضحة أن دول الخليج تمتلك مقومات متميزة يمكن استثمارها في تأسيس حركة سياحية ثقافية. وأضافت معالي الشيخة مي أن البحرين تقوم بتوظيف الثقافة في عملية التنمية المستدامة، وذلك عبر جهود القطاع الأهلي الثقافي وجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في صون وحفظ وإعادة إحياء المدن التاريخية القديمة كالمحرق والمنامة، مشيرة إلى أن البحرين تمكنت من وضع نفسها على خارطة المراكز الثقافية الهامة والحصول على اعترافات دولية من مؤسسات ثقافية عريقة، والتي كان آخرها منح جائزة الأغا خان للعمارة لمشروع إعادة إحياء منطقة المحرق بتعاون ما بين القطاعين العام والأهلي. في مسقط العامرة بالمحبة وبالجمال وبالمحافظة على الثقافة والتراث، والتي هي مضمون أي بلد يقدم نفسه للعالم كوجهة لسياحة ثقافية، هي التي تنادي بها الأمم المتحدة لهذه الألفية التي نعيشها، وتكامل القطاعين من أهم الأمور التي تسير اقتصاد الأوطان وتحقق الاستدامة في مجال المحافظة على التراث الثقافي والترويج له بالشكل الصحيح. سعدنا بتواجدنا في مسقط اليوم لحضور اجتماع وزراء السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع الرابع، الذي تم بحث فيه عدة مواضيع تتعلق بالسياحة ومعطيات السياحة في دول المجلس، وبتركيز بالأخص على السياحة البينية بين دول مجلس التعاون للمواطنين وللمقيمين أيضا في منطقة الخليج دول الخليج العربي.